شاهدوا المزيد من الأفلام والمسلسلات مجاناً على شوفماكس.com. شو حبيبتي؟ كل الطريق وأنا عم بحكي معك وأنت ما رديت علي. جود، نحن مالنا لبعض. والله كنت عرفان، كنت عرفان إنه هي هددتك وقالت لك لا بقى تحكي معي. روق وفهم، أنا وقت أتمسك بشخص ما في قوة بالعالم تجبرني إني أتخلى عنه، لا أمك
ولا غيره بيقدروا يغيروا لي شيء انا مقتنعه فيه. لكم شو اللي صار؟ موقفك يلي عملته وقت قالت لك امك اطلع من الغرفه وتركني مع رزان نحكي. انت ايش عملت؟ انت درت ظهرك ومشيت. انت تركتني مع لحالي اواجه اتهامه الي بشرفي. انت سكتت وقت قالت لي يا فلتاني. بس انا ما سكتت. ايش قلت لها؟ ماما ردك ما كان رد رجال انهانت حبيبته قدام وجود، ما كان بحجم الإهانة بوصف مرتك المستقبلية بالفلتانة. شوف أنا لازمني رجال يعوض جزء صغير من رجولة سالم. مرة بحلب كنت صف تاسع، كنت طالعة من المدرسة ورايحة على البيت، بيمرقوا 5 شباب كبار بيلطشوني. فجأة بيخلق سالم بيناتهم، ما بعرف من وين بيهجم عليهم 5، بيبلش فيهم ضرب، يضربوه وهو يضربون، يرجع يوقع على الأرض ويقوم ويضربون، ضلوا أكتر من ربع ساعة ياكل كفوف على وشه يرجع يقوم ويضربون. كان عارفان إنه رح ياكل قتله بس ما همه. تعرف هاد ليش؟ بس لأنهم لطشوني. تعرف إيش قالولي؟ قالولي يا حلوة، ما قالولي يا فلتانة. مرحبا يا حلوة. مرحبا روحي. شلونك؟ سلامات. بابا وماما هون؟ ايه. طيب حبيبتي صرخي لهم. هاي ماما، هاي ماما ماما. مريم ادخلي لجوا، يعطيك العافية، حطهم هون. يلا عمي وفا؟ جود، نحن ما بننفع نكون لبعض. بس أنا بحبك. بالنسبة للستة مليون، هدول دين برقبتي، رح أرد لك إياهم. ما بعرف إيمت بس رح أردهم. من هون لوقتها، لا بدي تحكي معي، ولا بدي نجتمع لأي سبب. باي. ما عم برد. دقي لها لداليا خليني احكي معها بسرعه بنتي. شو يلا يلا ماما يلا. الو الو الو، مرحبا داليا، انا خالتك ام باسم. روحي شلونك؟ أهلين. شلون صار باسم؟ طمنيني عنه بنتي الله يرضى عليكي. لا تقلقي خالتي، باسم صار منيح. ايه الحمد لله الحمد لله.
الحمد لله. اعطيني بنتي احكي معه معلش. تكرم عينك خالتي. خودي احكي مع امك. امك على الخط. الو الو الو. فصل الخط. ارجعي دقي لك بنتي. يلا. خلص باسم خلص. لك اتركني. لك ايش صار لك انت جنيت؟ ماما ايش بك؟ اتركني باسم. خذه خذه اتركني كرمال الله. خذه اتركني. امشي من هون. لك امشي 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 من هون. امشي. أهلين عبد القادر. وفاء. ايش بكون؟ ايش في؟ أحلى صدفة سعيدة بتصير معي من 6 سنين. أخوي وفا، أخوي الوحيد. صهري خليل وهو صاحب البيت. أهلا وسهلا يا عمو. شرفت. أهلين أهلين. أهلا وسهلا شرفت. أهلا وسهلا الله يخليك يا ربي. أبوه لخليل وأمه. أهلا أهلا أهلا. شرفت معرفتك. أهلا مدام. شلونك؟ الله يسلمك. عليا. يا مرت أخوي عليا. شو قد اشتقنا لك؟ أبو باسم. ميت أهلين وسهلين. ميت أهلين وسهلين. وأنا اشتقت لك كوميات كوميات. الله يسلمك يا رب. ماجد. أهلين عمي وفا. أهلين يا ابن أخوي. أهلين. لك صاير شاب. خلينا صاير شاب وكبران. خلينا ياك عمي وفا. تفضلوا يا جماعة. ارتاحوا ارتاحوا. تفضلوا تفضلوا. شرف. منطقياً أنا كان لازم جيب معي محامي مشان يكون شاهد على استلامي للمطعم، بس أكيد ما رح جيب معي محامي لأنه في سببين. أول شيء إنه ثقتي لساتها موجودة فيك، وتاني شيء إني أنا محامي. أوكي؟ أوكي؟ أوكي. ما قلت لي كيفك مسيو أنور؟ أهلين مدام. تفضل. نو ميرسي. أنا بفضل نقعد هون. بليز وصينا على قهوة. اوكي؟ انا عصير لو سمحت. يعني هو بعد ما راح المعمل ودخلوا اخواتنا التراك الله يعطيهم العافية وسرقوا المعامل والماكينات وكل شيء هيك وهدموا كل شيء وفضوا على الآخر،
قلت لحالي ايش بدي اعمل؟ قمت اشتريت هذا المطعم انا بوقتها، يعني قلت بقلب بطني هيك بعدين بجيب العيرم الشام يعني. لا لا، وشوف الصدفة، يعني هذا الولد اللي بيوصل طلبيات على البيوت يعني كان مرضان اليوم، ما حسين يجي يداوم، فقلت لحالي ايش علي انا بجيب الطلبية. شوف سبحان الله على الصدفة هيك مشان نلتقى هيك مع بعض. الحمد لله. والله يا عمو انا وداد على طول دائما وابدا نفس المطعم نطلب اكله، ما شاء الله كثير كثير طيب. ان شاء الله عوافي وهنا. خلينا اياك يا رب، على قلبك يا رب. أعوذ بالله شو هالحكي؟ لفي يا سيري فيك. ايش في عبيد؟ ما في شيء لخاي، ما في شيء. صلاة محمد قال لي ايش في؟ يا سيدي قال صهرنا العزيز بده يدفع لك حق الأكل. يا أبو لا أنا برضى ولا أخوي وفا برضى. بزعل منك خليل. يعني مثل ما قال عمك، لا هو بيرضى ولا أنا برضى. كله كله صحتين وهنا. خلينا إياك يا ربي عمك. إن شاء الله صحتين وهنا. على قلبك. عوافي. طيب والله ما بيصير هيك، اسكب لك شيء يعني. لا 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 الله خليك، ما جاء علي طاول طاول، صح كله كله. معناها اللي شفتيه بحلب اكيد باسم. ايه قلت لكم اني شفته. معناها راح على البيت بحلب وطلع من البيت راح لعند داليا اختها لديانا. راح لعند داليا اختها لديانا؟ اي وهلا طلع من عند داليا. معناها هو هلا بالبيت، ما في داعي ينشغل بالك عليه. ايه وابوكي ليش ما رد عليكي؟ ماما بابا بالشغل ما بيقدر يرد امتى ما كان. ماما جوعان، فيلي سندويشة. يلا ماما حلفلك سندويشة. ليكي ماما باسم بخير لا ينشغل بالك، اللي حسناني يسافر على حلب ما بينخاف عليه. عجب أخوكي منين معه مصاري يروح على حلب؟ ما بعرف. ايش بك؟ ليش هيك عم تطلع فيني؟ 6 سنين لك وفا، 6 سنين. بلاها هاي بلاها، ما في داعي ننكش بالماضي لاني ريحته كتير وخمه. لو تعرف من 6 سنين كم مرة رحت لعندكم على البيت؟ فوق 100 مرة مشان اسأل عليكم واطمن عليكم، والجيران يقولوا لي مسافرين برات البلد. تقوم تطلع بركلي بالشام وأنا مفكرك برات البلد. وآخر مرة لما انضربت حارتكم رقدت رقد لأطمن عليكم. 6 سنين يا خاي، 6 سنين بتجافيني مشان كلمة طلعت مني. هاي ما هي كلمة يا عبد، ما هي كلمة، هاي كانت سكينة. معك عبد، بلا نكش بالماضي. ايه قل لي سامية شلونة وديما ورزان روح عمة؟ الحمد لله كلياتهم بخير كويسين، بس العادة ما سألت عن باسم. استغفر الله العظيم. خليني اتيسر. بروك لخاي، بروك خلص بروك لك. من ست سنين وانت زيمه لباسم، ولهلأ لساك زيلمه. أنا ما ظلمته لباسي. الله يجعلها إن شاء الله خاتمة الأحزان يا حاج عبد القادر. تسلم يا بكري تسلم. تفضل. العمر لك معلمي. ولك يا بكري. تأمرني بشي تاني؟ يعطيك العافية. الله يرحمه إن شاء الله. آمين يا رب العالمين. لخاي
هي خلصنا مراسم الدفن والعزاء. في موضوع ضروري احكي معك. انت بتعرف امنا الله يرحمها كانت صم الذهب من يوم ابوك الله يرحمه، وكمان كان عندها ذهبات من وقت ما كانت عند اهلها، وكلهم مباريم وسنارات وزرد وليرات عصمله، يعني بيطلعوا ثروه منيحه. بعرف يا عيني عليك، يعني بتتذكر. لكن شلون بتذكر كويس؟ هلا ما في ولا ذهبي عند امك. شو الحكي؟ مثل ما عم بقلها. وينهم؟ هاها هون مربط الفرس. وينه؟ وانا ايش بعرفني وينه؟ اكيد انت ما بتعرف، بس منو كان بيرك عنده بالبيت قبل ما تموت بشهر؟ اكل شارب نايم. قصدك باسم؟ قصدك باسم اخذ ذهبات نانتو؟ شوف لخاي، الحمد لله الله منعم علي وعليك ونحن ما لنا بحاجته، بس الشيطان شاطر. حذر حذر حذر، الله يرضى عليك، لا تخلي من باب الشيطان شاطر وما شاطر. انا ابني عرفان شلون ربي، الله يرضى عليك. اصحاب لادر، شوف لخاي، الذهبات من حق اولادي ولادك، فقل له لابنك اللي عرفان شلون مربيه يرجع الذهبات. ابني مربى احسن مني ومنك، وما بسمح لمخلوق يقرب صوب تربيته واخلاقه وطاول. ماني مستغرب كلامك، بالعكس متوقع، بس بحب اقول لك كلمه يا وفا، ابنك حرامي، دير بالك منه. عبد طلع برا، طلع لبرا. وبعد فترة بجوز بنتي، وبعد ما خلص لا بتجي ولا بتبعت كلمة مبروك، وانت عم الوحيد. وبعد فترة بنخطف ابني ماجد، ابن اخوك الوحيد بنخطف. 3 شهور ما بنعرف عنه شيء، لا اذا هو ميت او عايش. وبعد فترة دلونا عليه، الحمد لله طلع طيب، دفعت مصرات كتير لخلصتهم من بين ايديهم الحمد لله. وبالصدفة شفت شغيلك بكري خبرني انه باسم عامل حادث بالشام، فورا رحت لعندك عالبيت ما لقيت حدا، ومن وقتها قطعت كل اخباركن عنه. باسم من 6 شهور لحتى صحي. من 6 شهور لصحي؟ بس أنا وقت اللي شفته لبكري وخبرني هذا الكلام كان شيء من 4-5 سنين. اي نعم، عرفت هلا أنا وين كنت مختفي وبشو كنت مشغول؟ أنا كنت مشغول بابني الوحيد اللي كان بين الحياة والموت. لك أنا كل يوم كنت أفيق الصبح وأدخل على أوضته لأشوف إذا كان ابني عايش ولا ميت. يعني باسي كل هالسنين هي هو بغيبوبة؟ إيه، والله وحده بيعلم شلون عشنا هالأيام اللي مريت، الله وحده بس. لك المعمل انسرق، البيت انهدم، المزرعة طارت، وأنا 5 سنين ابني قدامي هو ميت وعم يتنفس. طيب هلا شلونه؟ ايش وضعه؟ ماشي الحال. Thank you.
بابا بابا اخ يا بابا خالتو داليا ايش اجيب لك معي من امستردام؟ يا روحي اشتقت لك كثير. هلا قليلة بدها نجيب لها مكياج مثل هديك السنة ولا مية ونظارات؟ الماما تجيب لك مكياج مثل هديك السنة ولا مية ونظارات؟ يأمرني. داليا حبيبتي انا ما بقى اقدر ادخل على الفيس او على النت لاوصل على سوريا، لسه بدي انزل على السوق وعندي مليون قصة لازم اعملها، هذا غير ضبضبت شناتي. انا اليوم تقريبا على الساعة 12:12 وربع على توقيتكم بكون بمطار الشام، رح انام ليلة انا وسالي بالشام ومنسافر الصبح فورا على حلب. وبالنسبة للاغراض اللي بدك اجيب لك اياها هون، خلص رح اجيب لك الكل يا روحي، مكياج وميو ونظارات، رح اجيب نفس الشيء اللي وقلك، البس انا وياكي يا روحي ونطلع جوز جرابات انا ودلولي حياتي. مواه. الو علين بسوم، بتجيب سيارتك وتجي على الاوتيل؟ بدنا ننزل هلا على الشام. يا بسوم انا هلا اجدي طالعني على الشام، انا بالسوق عندي شغل ضروري. عم اقول لك تترك كل شيء من ايدك، هلا بدنا ننزل على الشام فخري. طيب طيب ماشي امرك، احلى بسوم مثل ما بدك. ديري بالك رزان، القصة اللي صايرة معك كبيرة كتير، لازم بابا ما يدرى فيها. انتي دايما بتنفهمي غلط، إذا هالمرة انفهمتي غلط رح تكون كتير مصيبة كبيرة. والله ما بعرف إيش عم بصير معي، كل ما بكحلها بتعمى. جود تعال تقبرني، تعال عندي. شو بك تقبرني؟ شبك يا أمي، شبك يا عيوني، شبك يا حبيبي، شبك. تعتب تعود قدامي، تعود وحكي لي شبك يا خيي، شبك.
أنا عم بصلح البيت وبس خلصت بدي أجيب العيلة مشان نرجع نبرك بحلب. وفا لازمك شي مساعدة؟ لا 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 ما بدي شي. على كل إذا لزمني أي شي رأي أخبرك. أنا نازل على الشام وبدي أخبر لسامي قص صار معي، أكيد رايحة تنبسط. سلمني عليها كتير. الله يسلمك. وبس وصلت حلب بتخبرني فورا. أكيد. مع السلامة. الله يسلمك. أوكي. هلأ بعد ما سلمتني الفواتير ونهينا كل شي معلق بإمكانك تتيسر. طبعاً بعد ما تسلم مفاتيح المطعم لجوز خالتك هشام. هلا انت بتعتقدي انه هشام رح يقدر يعني يدير هذا المطعم؟ بيقدر او ما بيقدر مو مشكلة، هذا رزقي وانا حرة فيه. حقك، بس معلش انا افهم شو عملت، شو الذنب اللي عملته؟ ما احترم. هذا الكلام مو صحيح. أنا طول عمري بحترمك وانتي بتعرفي هذا الشيء. بس الظاهر إنه ذنبي إني حبيت بنت انتي مو راضياني عنها. أولاً هي مانا بنت، هي مرة. ثانياً أكيد أنا مالي راضياني وانت بتعرف السبب. بس انتي ما فيكي تفرضي علي مين حب ومين ما حب. أكيد أنا ما بقدر أفرض عليك مين تحب ومين ما تحب، بس أنا من حقي أعرف الناس اللي بيشتغلوا عندي إذا مخلصين ولا لا. ها، ومقدار الإخلاص عندك هو قديش البني آدم بيقدر يساعدك لحتى جود يبتعد عن رزان. شوفي مدام، رح أعطيك إياها من الآخر، ابنك بيعشق الأرض اللي بتمشي عليها رزان. أوكي أنا رح أمشي هلأ وإنت خليك شوي قعد مع هشام وعرفوا على الشباب اللي بيشتغلوا هون وحكي معه شوي عن الحسابات وكيف ممكن تكون الإدارة. على فكرة بابي مفتح لك والقرار بإيدك وقت اللي بتحب تقرر. أوكي؟ تشاو تشاو. شريف تيتي، أنا بكره أمي. إيه إيه بكرهها، بكرهها لأنها خلتني أخسر البنت اللي بحبها. شو عملت معك يا أمي؟ شو عملت معي؟ عملتني شخص معدوم الشخصية والرجولة، هذا اللي عملته معي. أنت رجال غصب عني بيقول إيه وبيقول لا. تيتي الله يخليكي، بلا هذا الحكي اللي ما عاد بفيد بشي هلا. لك يا أمي يا حبيبي يا تيتي، قلي شو عملت أمك لحتى خلتك تخسر اللي كان اسمها إيرزان مو؟ إيرزان أمي ما عملت شي. اللي عملته انها حولتني لشخص لا بينحب ولا بيعبي العين. شو هالحكي اللي عم تقوله تيتي؟ لك انت ألف بنت تتمناك بس انت شاور بايدك. تيتي انا ما بدي ألف، انا بدي رزان، بدي رزان بس. هي رزان كانت نازله اليوم من غرفتها؟ ايه. هي أمك. ألو وينك ماما؟ أنا عندك في البيت حبيبتي، تعي بسرعة. أوكي ماما، احملي حالك وروحي على بيتك فورا، انحلت مشكلة المدخنة. شو هالحكي؟ إيه هو بعضمة لسانه وقال لي إنه ما رح يشيلها والسما زرقاء. أوكي ماما، لونت له السما،
بده يجي المسا ويفكها. شو شغلة على كيفه؟ أمي ابنك قاعد هون ومكسور خاطره، ما بدي اتركه، لا تطولي. ماما هلا مشكلة المدخنة أهم، حملي حالك فورا وروحي على البيت. بدك تفتحي لهم شباك المنور للعمال اللي جايين يفكوا المدخنة، واتركي جود علي. يا أمي حاش تكسري بخاطره للصبي، والله رح يكرهك. ماما اسمعي مني واحملي حالك وروحي فورا على البيت، روحي افتحي الباب للعمال واتركي جود، أنا بعرف اتفاهم معه وما رح أعمل إلا اللي بيسره. هلا أنا راجع على البيت. طيب حبيبتي أنا هلا رايحة، الله معك. قوم تيتي، قوم تعال عندي على البيت. طيب حبيبي امتى ما بدك تعال عندي. انا طالع على غرفتي وما عاد اطلع منها لاخر يوم بحياتي. وانا رايحه امي عن اذنك. الله معك. اداره اي مطعم اي مطعم بحاجه لكثير شغلات، بس اهمهم انك تكون متواجد بشكل دائم، هي اولا. ثانيا انك تكون مصحصح مصحصح ومركز. شوفوا لا نعم. شوف يا استاذ انور، انت ابن اختها العفاف يلي هي بنفس الوقت بتكون زوجتي، وانا بعرفك من لما كان طولك طول هالكرسي يلي انا قاعد عليه. ولا تنسى انك تربيت عنا بالبيت فتره من حياتك، مشان هيك طلعت بلا تربايه. وانا عازز علي اني اخذ محلك هون الشغل. طبعا انت خسرت شغلك من جذبتك، وانا كمان ربحت شغلك من جذبتي. روي راح اشرح لك شلون. هدول الغنايا يا انوار أمثال فرح، وخاصة النيو غنايا يعني الجداد مستحدثي النعمة مثل فرح، ما بيحبوا أبدا يتعاملوا إلا مع الأهبل، لأنهم بيشعروا أنه ما بيشكل أي خطر عليهم. أما واحد مثل حكايتك عنده مبادئ فهذا مرفوض نهائيا بالنسبة له. ما شاء الله. لا الظاهر اليوم انك مصحصح تمام. انا طول عمري مصحصح، وقد ما شربت يا انوار بضلني مصحصح اكثر من مصحصحين ذات نفسه. السلام عليكم. وعليكم السلام. لك عباسي تأخرت كثير، وينك لهلا؟ أنا قلت لك إني اليوم إجازة وبدي أنزل على الشام. لك يا عيني، مو بدك تقبض معاشك؟ لكن شلون؟ هات قبضنا. طيب. وهي راتبك 35,000 جهزت لك إني. عباسي وين حق الطلبية اللي وديتها؟ 37,500. ليش الفاتورة بقياني معك؟ هاي 35,000 بقالك معي 2,500 تقطعن مني من معاشي الشهر الجاي، معليش؟ ايه طبعاً معليش. عباسي وين حق الطلبية اللي وديتها؟ شوف فاتح الله يرضى عليك، أنا ما عندي قدرة أحكي ولا كلمة طاول طاول. أنا نزل على الشام. معك مصر تنزل على الشام؟ عباسي عباسي وين رحي؟ لك تاخذ شوية مصاري. سلامة. بدك توسخ؟ ليش في اوسخ من العيش اللي عايشه انا هون؟
اختي انا ناوي اكسي هالبناية وبدي بلش في هاي الشقة، بقى اذا سمحتوا بدكم تفضوا لي اياها. باسم ابوه انا سالي وينه؟ اقعدوا فهم فعلا انك كركدن بس مفكر حالك بني ادم. بدي صلي انا بعرفك، هي اول مرة بحياتك بتحكي صح. يلا قوم قوم ولعب. ما بدي اكل ولا رح اكل، ما بحياتي رح اطلع من الغرفة. منيح هيك؟ وطلعوا من المطار وشفتهم نفسهم مرته وبنته يورجانيهم بالصور، وكنا واقفين انا وفخري عم نتفرج عليهم من بعيد، وربوا معه بالسيارة. بابا يا ماما يا روح بابا.